أعلنت وزارة الصحة أنها تتابع بشكل دقيق جميع التقارير الواردة بشأن متحور كورونا الجديد EG5، كما أنها تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمرض كورونا كوفيد-19 بصفة عامة باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الأنفلونزا الموسمية. وأشارت وزارة الصحة إلى أن منظمة الصحة العالمية أفادت بأن تقييم المخاطر العالمي للمتحور EG5 في الوقت الحالي ما زال منخفضاً، وأوضحت أنه فيما يخص الموقف الوبائي في مصر فإنه بداية من شهر إبريل وحتى الآن بدأت حالة الإصابة بمرض كوفيد-19 تتناقص بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى أقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة، كما أنه لا توجد حالة وفاة منذ آخر حالة تم تسجيلها في 16 من مارس 2023 وحتى الآن، وجميع المتحورات المنتشرة حاليا تنتمي إلى المتحور أوميكرون ولا تتسبب في حدوث حالات مرضية شديدة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة. أهلا بحضرتك يا دكتور. الخير أستاذ إيمان، تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك. بداية نتعرف على الحالة الخاصة بكوفيد-19 في مصر بشكل عام وبشكل خاص المتحور الجديد. يعني كما ذكر في البيان الذي أصدرته الوزارة في صباح اليوم، الترصد الخاص بالكوفيد-19 والمتحورات بيشير إنه خلال الأسابيع الوبائية الماضية إحنا عندنا انخفاض في معدل الإصابات بشكل عام، والحمد لله لا يوجد عندنا حالات وفيات بالنسبة للوضع الوبائي في مصر، لكن ده لا يعني أن يتوقف المواطنون عن اتباع الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالتطهير المستمر للأيدي والأسطح وعدم التواجد في أماكن تأتي التهوية أو مزدحمة، ويفضل ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والمغلقة. كما ما زالت وزارة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية تنصح بالتطعيمات خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض، كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة التي من شأنها أن تؤدي إلى ضعف عام في جهاز المناعة. مع انتشار المتحور الجديد في عدد من الدول، هل بدأت وزارة الصحة المصرية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والإجراءات الوقائية والإجراءات بشكل عام الخاصة بمواجهة هذا المرض والتعرف عليه أصلا؟ هي الإجراءات لما تتوقف وزارة الصحة المصرية لم تتوقف عن التدابير الاحترازية وعن إجراءات الترصد سواء في المستشفيات أو في الأماكن المختارة على مستوى الجمهورية لترصد الأمراض الوبائية وأمراض الجهاز التنفسي بشكل عام. نحن لم نتوقف ونتعامل بشكل مستمر مع ترصد الأمراض الوبائية، حتى هذه اللحظة لم نرصد من خلال التحاليل المعملية وجود حالات مصابة بهذا المتحور، لكن الترصد قائم والمعامل تعمل على ترصد اي حالات وبائيه سواء في الجهاز التنفسي العلوي او غيرها من الامراض التي من شانها ان تؤثر على الصحه العامه للمواطنين. التطعيمات الخاصه بكوفيد-19 والتي تحرص وزاره الصحه دائما على توفيرها، الى اي مدى هي فعاله بالنسبه للمتحور الجديد؟ حتى هذه اللحظه جميع التطعيمات فعاله وتقلل من شدة المرضى وتقلل من معدلات الوفية. نعم، شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة.